طبعا اول مره نحضر، فجايه من جده خصيصا عشان بس احضر للعميد، فحسيت انه احنا قريبين من اللاعبين اكثر. It's really exciting to be watching a match in Saudi Arabia and to be the first match where women are allowed. It's really exciting and looking forward to more matches. لأنه في أشياء كثيرة جذرية غيروها، غير أنه في أنه السعودية مقبلة على يعني انفتاحية ضخمة، أنه في أشياء قدروا يوفقونها ما بين الرجال وما بين النساء.